بداية يعني أستاذ أحمد، أريد نعرف اليوم كيف حصلت الجريمة وما هو الغير معلن لحد هذا اليوم؟ بالنسبة للغير معلن، هي إجراءات تحقيقية مستمرة في المحكمة المشكلة، المحكمة المركزية المشكلة، متابعة قضايا سبايكر بالتنسيق مع طبعا دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية، حيث تقوم الدائرة برفع دعاوى مفردة لكل رفات يتم رفعها من المقبرة. تضمن هذه الدعوة صور الحالة وضعها في المقبرة، محضر قانون معد من قبل مدير مسرح الجريمة، يتضمن كشف وضبط جميع المقتنيات الخاصة بالشهيد وتسلم جميعها إلى المحكمة. التقارير الأنثروبولوجي اللي معدة من قبل دارة الطب العدلي لكل حالة أيضا تسلم إلى المحكمة. إجراءات التحقيق مستمرة، فرق التنقيب مستمرة للتنسيق مع المحكمة من خلال كشف الدلالة بالنسبة للمواقع الواقعة خارج القصور الرئاسية. زين. بالنسبة للتنسيق مع الأمن الوطني، مع المخابرات، مع الحشد، استخبارات الحشد الشعبي، جميعها مستمرة بالتنسيق لغرض الكشف على مواقع خارج القصور الرئاسية، لأنه متأكدين أكو مواقع مرتكبة خارج القصور الرئاسية. نعم، بالنسبة للتحقيقات وين وصلت لغاية الآن؟ التحقيقات خاصة بالمحكمة مثل ما ذكرت، يعني دائرة المقابر الجماعية جهة تنفيذية لفتح المقابر الجماعية. نعم. ورفع الرفات وتسليمها إلى الطب العدلي، والأدلة والمقتنيات تسلم إلى المحاكم المختصة. نعم. زين، ليش ما أعلنت النتائج لحد هذا اليوم بصورة كاملة؟ ليش يعني بقى الموضوع مثل ما يقول لحد هذا اليوم ما معلن عنه يعني بصورة كاملة للجمهور وللشارع؟ حسب اعتقادي المحكمة مستمرة بإجراءات التحقيق والمحاكمة، وتم إصدار أوامر بإعدام ما يقارب 40 متهم مرتكب جريمة مجزرة سبايكر. نعم. زين، التحقيقات دوليا وين وصلت؟ الدائرة تعمل الآن على تدويل قضية مجزرة سبايكر من خلال التنسيق مع فريق التحقيق الدولي المشكل بموجب قرار مجلس الامن 2379 لسنه 2017. نعم. هذا الفريق تشكل بقرار مجلس الامن في عام 2017 بعد انتهاء اعمال التنقيب لمقابر مواقع قصور الرئاسيه سبايكر من قبل دائره المقابر الجماعيه. الان نعم. التنسيق جاري مع هذا الفريق لغرض تدويل هذه الجريمه واعتبارها جريمه اباده جماعيه، مع العلم انه الفريق تطرق في احدى احاطاته في مجلس الامن الدولي الى اعتبار هذه الجريمه جريمه اباده جماعيه وجريمه ضد الانسانيه. نعم، شلون نشوف اليوم تعامل الاعلام ويا ذكرى سبايكر؟ يعني بالنسبة لنا دائرة المقابر الجماعية مستمرة بإقامة المعارض الصور حضور الفعال للاحتفالات التأبينية لشهداء مجزرة سبايكر حتى بعد انتهاء أعمال الحفر والتنقيب في عام 2017 إلى اليوم. الإعلام، الحديث عن الإعلام أو تسليط الضوء على مجزرة سبايكر أيضا إلى تبعات سياسية اجتماعية. دائرة يعني في غنى التدخل في هكذا صراعات، لكن من واجب الإنساني لدائرة المقابر الجماعية، مؤسسة الشهداء، استذكار هذه الجريمة سنويا من خلال إقامة احتفاليات مركزية تأبينية في مؤسسة الشهداء، أو حضور إلى احتفاليات تأبينية من قبل منظمات دولية أو منظمات محلية أو لجنة تخليد مجزرة سبايكر أيضا. نعم، فيما يخص تصنيف الجريمة شلون تصنف عالميا ويعني دوليا؟ مثل ما ذكرت لحضرتك قبل قليل انه العمل جاري على اعتبارها جريمة إبادة جماعية، جريمة ضد الإنسانية. الفريق التحقيق الدولي المختص بالمساءلة عن جرائم داعش في العراق يونيتاد ايضا اعتبرها جريمة ضد الإنسانية. التشريعات الوطنية العراقية لم تتطرق إلى إصدار قانون، المشرع العراقي عفوا لم يتطرق إلى إصدار قانون يجرم يشخص الأفعال المرتكبة مثل هكذا أفعال على أنها جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية. العمل جاري داخل قبة البرلمان على إصدار هكذا تشريعات إن شاء الله.